طيب عايزين نتعالج بقى، حد عنده اضطرابات وعرفنا تمام. السبب، ايه طرق العلاج المتداولة والدوائي منها والغير دوائي؟ تمام. هو طبعا اهم حاجه قبل ما بندي دواء بنلجأ اللي هو السليب هايجين، اللي هو اتباع تعليمات النوم الصحيح. يعني ازاي الواحد ان هو ما يلجأش للسرير الا اذا كان كابس عليه النوم، ازاي الواحد على قد ما بيقدر بيحاول ان هو يعمل زي تفضيه لمخه من كل حاجه، اي ضغوط. اي انا حتى لما حد بيقول لي طب انا عندي مشاكل، طب انت لو فكرت في المشاكل قبل النوم ايه اللي هيتحل؟ صح، اجلها لبكره. يعني بعود نفسي على كده، بالاضافه لان الواحد يمارس نوع من انواع النشاطات، يتجنب استخدام المنبهات زي الحاجات اللي بيبقى فيها كافيين كتير. لان نشاطات ممكن زي ايه يعمل؟ يعني الواحد يعمل نشاط اثناء قبل النوم بحوالي 4 5 ساعات، ويكون نشاط مش واصل لمرحله الاجهاد. لان يعني ناس كتير الحقيقه بتعمل ممارسه خاطئه، يعني يقول لي مثلا ايه انا بلف التراك برضه ما بعرفش انام. ايوه، انت بتلف التراك بتوصل لمرحله الفتيج او التعب. التعب بيخلي الجسم يفرز كيماويات بتعكس النوم. هو بيتصور ان الاجهاد هيخليه ينام. لا، هو المجهود البسيط وليس الاجهاد، واربع خمس ساعات قبل النوم، مش قبل النوم على طول. دي اللي احنا بنعمله في الاول، اللي هي تعليمات النوم الصحيح. وبعدين لو في بقى حاجه، يعني في قلق، في سبب، في اكتئاب، وده من اشهر الاسباب اللي بتسبب الارق، بيبقى العلاج علاج السبب. ايوه، يعني 70% من الارق بيبقى سببه اكتئاب، فعلاجه بيبقى بمضادات اكتئاب، مش بمنومات ولا بمهدئات. بنيجي بقى للنوعيه الثانيه اللي هي النوم الكتير اثناء النهار. دي في بيبقى في ادويه بتعمل زي تنبيه لخلايا معينه في المخ، ودي بتبقى الحقيقه انقاذ للمرضى دول، لان دي من الحاجات اللي ممكن تاثر على كل وظيفه الانسان. حوادث انا عندي نوادر يا فندم، يعني انا عامل كتاب مجمع فيه حالات تعتبر طرائف، يعني منها اللي نام في الامتحان وراح عليه الامتحان كله، واللي نامت في اثناء الفرح في الكوشه، يعني كلها حاجات نوادر احنا ممكن نضحك عليها، لكن هي بتبقى ماساه بالنسبه للشخص. في ناس بتنصح بالعاب معينه الواحد يعملها ذهنيه عشان يخش في، فاكر لما كنا نعد الخرفان ومش عارف نعد من 1 ل 100؟ تمام. استعمال برضو القرآن والحاجات، جميل. الأدعية جميل. قبل ما الأدعية ينام. والقرآن ميزتها انها بتخلي الواحد يبقى في حالة من حالات الاسترخاء والطمأنينة. لكن الألعاب نتجنب الألعاب اللي بيبقى فيها نشاط ذهني بالظبط، لان دي هتخليني ما انامش، لان مش هتخلي الواحد ينام بالظبط كده. فلو هلعب ألعاب تبقى ألعاب ايه، خفيفة. انا كنت بلعب لعبة مع نفسي كده زمان، حاجه شبه الاحلام اليقظه بس اعملها قبل النوم. ممتاز. افكر في رحله، افكر في حاجه نفسي اعملها، وغالبا في نص الحكايه بكون نمت. اللي حضرتك بتعمله ده ديفنس ميكانيزم، دي وسيله ان الواحد بيلجا بيها للاسترخاء، ودي جميله جدا. طيب.